سلام البنات، لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اليوم غندير لكم درس جديد، تا هو تيجي في الكميمات. درس كنقولي درس ديال جوج او لا سنينات ديال جوج على حسب كل واحد وكيفاش كيقولوا. نبداو على بركه الله. كيف ديما كنديروا الغرزه الاولى في الثوب، كيف ديما كنثبتو، كنديرو الغرزه الثانيه، كنعاودو نديرو الغرزه هنا، كنديرو جوج لويات بحال اللي وريتكم قبل، غير هو غيكون على جوج المرات بحال هكا. هادي كتجينا السنينه الاولى، كنديرو السنينه الثانيه هيا. عوض ما نديروها هنا، كنديروها هنا في الراس ديال السنينه الاولى. هنا كنعاودو نديرو جوج لويات بحال هكا كتجي كيف كتشوفوا. غادي نعاودو نديرو البرا فين درناها في الاول، غادي نعاودو نديرو نفس الحاجه، غندوروها هنا ونعاودو نديرو هنايا في هاد لابارتي هادي ونجيبوها لعندنا. كيف كتشوفوا كيجينا هذا سميتو الدرس ديال جوج. كنكملوا كنديروا جوج لبيات انا كنحاول ندير لكم لون مختلف على الثوب باش يبان لكم نتوما الخدمه كيف كندير لها. ها نتوما كيف كتشوفوا غنديروا نفس الطريقه، كيف كتشوفوا معايا. انا ساليت نوريكم كيفاش جا، كيجي بحال هكا سامبل في الجلابه. الا كنتي باغا ديري داكشي فهمتي خفيف، فهمتي ديال الجلابه اللي كتكون خفيفه وعلى، كيجي بحال هكا زوين. المهم كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.